وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. المعيون أو المسحور أفضل علاج له القرآن الكريم، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سورة البقرة وآل عمران، قال اقرأوا الزهروين فإنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن أصحابهما، ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. فالقصد أن قراءة القرآن هو أعظم علاج للسحر والعين وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك الرقية الشرعية بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء بشكل عام.